صبحكم الله بالخير جميعا، يوم جديد وطلعة جديدة. شو اسرب المنشوس ما شاء الله تبارك الله، وفي ضرب عليها كذا خفيف، اتوقع ان لحليح قاعد تضرب فيها اللي هي صغير الضلعة، قاعد تقطق عليهم شوي نشوف ايش اللي قاعد يطلع. البحر مليان عشبة، الرمية بعشبة. هذا شكل صيد لي حقول ولا ضلع، ما ادري، حقول شكله ولا ضلع. لحليح، يو اللي قاعد تضرب لحليح في الصغرى. يا حليلة كتاكيت صغار، زبدة قلبت حداق منشوس. شوف شوف في اشياء هنا قاعد تضرب، بس ما ادري ايش. شوف على طول هي لحليح هي ايش، والله ميت، والله قاعد ارميه ميت. يا شكله كذا بس وارمي. في لحليح على جش، والله ما ادري مخلط. ضلع، شوف ضلع، شوف لحليح صدتها بالهذا لحليح. هي اللي قاعد تضرب من اول، قاعد الفح، قاعد اسوي كاست يدوي. شيء عجيب. يلا بجوه. بس في شيء صغير معهم شكلها جشات، حبات جش. مو قاعد ياكل، يا ريتني جبت الجقات، والله ما جبتها، ما جاء على بالي. لو انه جش كان يبغى له جقات او لورات اصغر. والله جشات. شوف شوف هذه اللحليح، هذه اللحليح المجنونه. هذه لحليح، خذها خذها خذها. صدناه 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 صدناه. كل لحليح، كله لحليح. مجانين مجانين، أول مرة أصيدهم بهالطريقة. مجانين. أجل لحليح، البحر المنطقة هنا كلها لحليح بس صغار. يلا روح. طيب هذه طريقة لف العجين على المدار. هذا المدار اجيبه كذا، تمام، خليه كذا نلف لفه. اهم شيء تاكد انه بارز المدار.
اعجن 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 اعجن. هذا اهم شيء، هذا يكون بارز بالطريقة دي، اللي هو السن، السن حق الميدار او الهوك. خلاص، طيب الفتات راح ارميه كذا، اللي ما في شيء نرميه في هذا، كله يروح في البحر، كل شيء في البحر. تمام، هذه راح احاول ارميها ابعد شيء على قد ما اقدر، ما يعني ما تروح بعيد بس افضل من لا شيء. بسم الله يا كريم، خليها طفاح من غير ثقال من غير شيء. وهذه منشوسة فريش، شكيتها من الراس، شكيتها من الفم. النار جتها ضربتين، ما راح استعجل، راح اخليه لين ما يفتح. ايوه، روح اسحب اسحب، شكلك حقول. حقول حقول. هو في غيره، في غيرك حلو، ما تفكني صح؟ وريني شو مسوي، شو مسوي في نفسك؟ افتح، طالع السنارة صادت. بس الخيط عالق تحت، اخذها بين الصخور. لا طلع ما شاء الله. لا فكها، يلا انا فيه نصيب. قص الخيط، لا اله الا الله. ما لنا نصيب، بسم الله. طيب كيف شكيتها؟ شكيتها بهذه الطريقة، كنت مدخل كذا مدخل كذا، خياطة تخيط. بس طلعتها من هنا بهذه الطريقة، بس والله كنت شك زي كذا وراميها، سبحان الله ضرب. شوف هنا الصخور زي كذا، الصخور هذه رميتها رمية عادية، حتى من غير ثقال ومن غير أي شيء، بس رمية. بس والله رميها زي كذا. هذا البلول الزين ما شاء الله، طبعا ما مداني أصور والله. شوف بطنه كيف منتفخة، لا إله إلا الله، مليان ما شاء الله تبارك الله.
ولهنا نجي لهي طلعتنا يا جماعة الخير. أتمنى تكون عجبكم الطلعة، طلعة خفيفة بسيطة ما شاء الله، الطعوم في كل مكان بس ما عليها ضرب إلا لحليح الإحلاحة، هي صغيرة الضلعة، الأحجام الصغيرة من الضلعة تسمى الإحلاحة عندنا هنا في المنطقة الشرقية والخليج بصفة عامة. ما توفقت في شيء بس توفقت الحمد لله في ذا البالول اللي طلع من حيث لا أحتسب، يا ربي لك الحمد. فهذه نهاية طلعتنا، نشوفكم إن شاء الله في طلعات جاية. كان معكم أخوكم أحمد، فأمان الله.